وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من أن الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه. ما الذي تحبه الشياطين؟ الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس فيعتقد أنه من كرامات الأولياء.